أهلا ومرحبا Oke, بكم teman-teman, مشاهدينا salam jumpa وتابعينا kembali في قناة bersama رياضية. kami di channel هذه Ferdi Sena. التحديات Kali ini تتمكن فارس kami akan من تجربة melayangkan simulasi قوة pertandingan big match الفريق di Piala Dunia Qatar tahun 2022 ini antara Jerman melawan Spanyol. Untuk itu jangan sampai dilewatkan. Selamat menyaksikan dan semoga kalian terhibur semuanya. نتحدث عن تنافس كبير بين المنتخبين في السنوات الأخيرة، نتحدث عن أسماء كبيرة حاضرة في الملعب هنا، نتحدث عن أوراق قادرة على صناعة الفارق في أي لحظة، كل ذلك يجعلنا في قمة حماسنا في انتظار هذه المباراة. موراتا، كرة عند بيدري، والفرصة كانت تبدو واحدة، لكن في النهاية الكرة بتتحول إلى ركلة مرمى. أمامكم تشكيلة المنتخب الألماني في حراسة المرمى العملاق مانويل نوير، أنطونيو روديغر سيلعب إلى جوار يوزولا في الخط الخلفي، كيميت سيبدأ مع جوريتسكا في منتصف الملعب، وفي الأمام يتواجد تيمو فيرنر. بناء جيد لهذه المحاولة واحتفاظ بالكرة. يوناس هوفمان، كرة مع توماس مولر، عادت الكرة إلى مولر، عرضية ترسل للقائم الثاني، قطع الحكم يطلق صافرته ويحتسب كرة ثابتة في مكان خطير جدا. جوار المرمى بدون أي ردة فعل في التصدي، والكرة لا تشكل أي تهديد. لا يمكن بأن نضع حد ما سيفعل فيرنر إذا كان في أفضل أيامه. بلا شك تواجد هذه النوعية في الملعب تعطي حلول كثيرة للفريق وتمنح الكثير من الحرية في الملعب، لأنه من الممكن تغطية أكثر من دور في هذا اللقاء من جانب اللاعب، وبالتأكيد سيكون هناك تأثير إيجابي. انطلاقة هجومية واحدة للمنتخب الإسباني. كوكي، وصلت إلى بيدري، تدخل قوي واعتراف طريق التسديدة. يا رب، هدف أول ونقطة تحول. الله، على البداية، على الافتتاح. شوف في عادة الهدف مرور جميل من المدافع ومن مسافة قريبة، لا يمكن أن يهدر هذه الكرة. تنطلق المباراة مرة أخرى والمنتخب الألماني يتأخر بالنتيجة. توماس مولر، والآن تصل كيميتش، سيرجي جنابري، والفرصة في هذه اللحظات. تدخل سليم قبل أن تتأزم الأمور، والبينية لوك بشكل جميل، حلو التدخل، خلص الكرة بدون مشاكل. نيكلا زولا، غوريتسكا، ملعوبة إلى روديغر، تيمو فيرنر، فرصة للتعادل هنا، هي كرة جول الآن. محاولة لكرة مرتدة، فيران، كرة تصل لفيران توريس، خلص حارس المرمى بدون أي صعوبات. ألفارو موراتا، والكرة عند داني أولمو. إسبانيا تحصل على ضربة ركنية،
كرة بتروح في 18. اعتراض ناجح للكرة العرضية والكرة عند داني أولمو. راحت إلى موراتا. الثاني يحتفظ بالكرة في توقيت مثالي. انظر إلى هذا التدخل. ممكن الفريق يستغل الوضعية ويبدأ هجمة مرتدة. كرة مرتدة والدفاع يحتاج للعودة. ليون غوريتسكا. الله على تدخل يحبس الأنفاس هنا. بيدري. هنا تبدل الاستحواذ. بيدري. الكرة تنقل بسهولة. الكرة متاحة للتسجيل. يا الله الكرة في المرمى. إسبانيا تسجل وتوسع الفارق هنا. هدف يوسع الفارق مشاهدينا. النتيجة الآن هدفين مقابل لا شيء. وينتهي الآن الشوط الأول من المباراة. عودة مع ضربات بداية الشوط الثاني لمباراة الجولة الأولى ضمن دور المجموعات في كأس العالم. ألمانيا تستغل المساحات الموجودة على الطرف. كيميتش. والآن مع جنابري. ضغط عالي جدا في الأمام. مولر يتمركز في وسط 18. صافرة وخطأ هنا وركلة حرة من نصيب منتخب إسبانيا. كارفخال. كوكي. هل تشكل خطورة هذه الكرة أم أنه تقدم بدون عنوان؟ محاولة تنتهي. الدفاع ينجح في التغطية. تيمو فيرنر. سيرجي جنابري. كرة باتجاه الحارس يمسكها بسهولة. جوردي ألبا. ألفارو موراتا. تصل إلى داني أولمو. موراتا. الله على تدخل لمنع الخطر في هذه اللقطة. أنطونيو روديغر. مرت ساعة من عمر المباراة. دخلنا في النصف ساعة الأخيرة. ليون غوريتسكا. مهم جدا قطع الكرة في هذا المكان. كرة تصل لفيران توريس. راحت إلى موراتا. ركنية ننتظر تنفيذها. ركنية إلى داخل المنطقة. أنطونيو روديغر. كرة مرتدة الآن قد تشكل خطورة. يجب العودة السريعة هنا. كرة لتقليص النتيجة. أي شجاعة هنا في الاعتراض. داني أولمو. انطلاقة في المساحة على الجناح المنتخب الإسباني. العرضية كانت ضعيفة وخطيرة عند أولمو. الله على التصدي يا نوير. ما هذه السرعة. الكرة من مسافة قريبة جدا لكن الاستثنائي يبقى استثنائي. منتخب إسبانيا. منتخب ألمانيا سيجري تغيير الآن. تصل للقائم القريب. العرضية لم تكن مثالية وبالتالي تنتهي إلى يد حارس المرمى.
ضاعت الكرة من لوروساني. صافرة النهائي تقترب والعودة بعيدة جدا عن المنتخب الألماني اللي عانى كثيرا في هذه المباراة وفي طريقة للخسارة. ما كان الجهد المبذول ولكن بالقدر الكافي، كان واضح أن التعامل مع الكرة في الكثير من الأحيان يتم بشكل خاطئ، والفريق عليه مراجعة أخطاء في هذه المباراة لتفاديها. عند فرصة التمرير كيميتش لور وصاني، هدف تقليص الفارق، الفريق يقترب من العودة، هدف واحد كل ما يحتاجونه في قادم الأوقات. نلقي نظرة مرة أخرى على هذا الهدف الجميل، شوف التحرك، شوف انظر على هذه الكرة واللقطة، حارس المرمى ما كان عنده خيار ولا أي فرصة في التصدي. في المباراة بعد أن قلصت ألمانيا الفارق لهدف وحيد في هذه المباراة. فرصة قد تشكل خطورة، ثقة كبيرة عند الفريق في تبادل الكرة. جيرارد مورينو، ويأتي التدخل الحاسم لإيقاف الخطورة في توقيت مثالي. انظر إلى البينية الحاسمة هنا، كرة تصل لفيران توريس، الله على التصدي من مانويل نويا. ضربة حرة لمصلحة منتخب ألمانيا. دقائق أخيرة مثيرة جدا هنا، فرصة، محاولة خطيرة على المرمى كادت أن توسع الفارق وتقتل الفريق الخصم، لكن حارس المرمى يتألق ويبقي الفريق في أرضية الملعب. ربما تكون هذه اللحظة التي توقظ حماسهم بالتأكيد. نلعب الآن في الدقيقة الأخيرة من هذه المباراة. ضاعت الكرة بعد ذلك من بدري. جنابري، ألمانيا تسعى خلف التعادل حتى آخر لحظة من عمر هذا اللقاء. لا يمكن هذه الكرة، تصدي غير عادي من الحارس. بيلعب الكرة في منتصف ال 18. ثانية، ألا مع توماس مولر. وهذه هي الصافرة نهاية المواجهة والتي